اعزائي المشاهدين، خبرنا النهارده عن نادي الاتحاد السعودي. نادي الاتحاد السعودي اسمه بالكامل نادي الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اللقب العميد او نادي الوطن او المونديالي او النمور. تأسس عام 26 ديسمبر 1927، منذ 95 سنة الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، البلد السعودية، الدوري المحترفين السعودي 2021-2022، الإدارة المالك وزارة المالية، الرئيس أنمار الحائلي، الألعاب والأوسمة المحلية، الدوري السعودي الممتاز، وأيضا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد السعودي، وكأس الأمير فيصل ابن فهد. أما الألقاب الدولية، كأس الكؤوس الإفريقية، ودوري أبطال آسيا، وأيضا كأس الخليج للأندية، ودوري أبطال العرب. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكرة العالمية والمحلية، وأيضا الأندية المصرية والعالمية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.